نقطة. لقد مرت 50 مليون سنة على اختفاء الديناصورات. إنها اللحظة المناسبة لتطور الحيوانات إلى صغري، من بينها الثدييات الصغرية الانتمو إحنت تدريجيا من حيث العدد والنوع الميوسري، وتتنوع إلى الحد الكبري بفضل التغريات المناخية. تصبح المجموعة المهيمنة من الحيوانات خلال حقبة يستمر كوكب الأرض في التغيري مظهره إلى القارات تستمر فالجراف نحو مواقعها الحالية. فهذه تلفي تواصل إفريقيا بوشبها الجزيرة العربيت والهند نزحها نحو الشمال. الغر مع مرور الوقت ألف عال قلل من قدرة الغلاف الجوي على امتصاص الرطوبة، وأدت نتيجته المناخية إلى مئوي. كان هناك تأييد نقطة زيادة الجفاف يخضع كوكب الأرض لزيادة عامة، فدرجات الحرارة التدريجي تصل إلى 5 درجات مئوية فوق درجة الحرارة الحالية. عرفوتي لميوسي ألم ثلاثة هذه الظاهرة باسم المناخ قسمري، مما تنقسم إفريقيا إلى حيوانات القارة معزولة، ومن بري العديد من الحيوانات الأخرى تعاب القرود من نقطة عواقب الكارثة الطبيعية. يبدأ صدع الصدع الكبرى في التكون، فمن هذا الصدع تظهر سلسلة جبلية لمئات آت في الجزء الغر الكيلومي تمنع مرور التيارات الرطبة للمحيط الهندي، ولنال تصل بها إلى امطار إلى المناطق الداخلية. من هذا الصدع نقطة القارة تسببت في ألف ميوسري العليا فتقليل الغابات الاستوائية في المنطقة بأكملها، ونتيجة لذلك كان هناك ألف أيض انخفاض كبري في الغابات حيث كانت المطار الإدارة بشكل أيضا مايوبي، حيث لعل الحياة على الجانب الغري ستؤثر هذه الظروف المناخية والجبلية الجديدة بشكل كبري على النظم البيئية. وبالة تنقسم الحيوانات الحيوانية تعيش ياء تلك ألف هذه المنطقة إلى قسمر تعيش في السافانا وتلكالف الغابة مع ظروف تمام تيجيات مختلفة. ألف واسع التكيف أولئك الذين يعيشون توفرت لهم ألف لحماية وسهولة الغذاء تنشأ فيها وال، فالسافانا يعانون من فقدان البيئة الشجرية النقطة مما يزيد من الجهاد الحيوي كما هو الحال مع الحيوانات. كان على النباتة ألف أيدي أن تتكيف مع هذا التغيريات، ومنع لمهما إلى الشارة إلي أنه علي للرغم منا اختفاء بعض النواعي، إلى أن ألف جزء كبري من الحيوانات والنباتات كانت موجودة فأل تزال قائمة حتى فالعراس قميوسي. نقطة اليوم. وفي هذا السياق منذ ما يقرب من 10 ثدي من غريب سنطلق عليه ألف مليري سنة، عندما بدأ حيوان سلفي ألف كمشين والذي عاش في الشجار ولبالي إلين إلاردي بطريقة بسيطة وعن طريق عمليات نزوح قصرية من أجل استكشاف منطقة جديدة النقطة تي ولجياء بدية تطورات درياء الإسنارة عياء مليرة نقطة استع بري سبع. يبدأ تاريخنا منذ ما مليري وستة الذين هم أول أو سريلوبيثيكس بري مليري سنة مع اللبة. فشجرة عائلتنا كنوع لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو قم بزيارة قناة. فوصف الفيديو على الفيديو 2 رقم الفيديو آلة بريوستريلوبيثيكس سهل ثري.